النهارده عامل في ناصر مقلب جامد جدا، جايب ليمونه وجايب جبنه. بص بقى هعمل ايه، هفضل اغطي الليمونه بالجبنه، احط على الليمونه ايه جبنه، وطبعا ناصر هيقعد يلحس الجبنه، يقعد يلحس الجبنه يلحس الجبنه لحد ما ايه هيوصل للليمونه. وانتوا عارفين اول ما يوصل للليمونه هيعمل ايه، تخيلوا بقى ناصر هيعمل ايه بقى لما ياكل الليمونه. ده كله هنشوفه حالا اهو. جاهزين؟ يلا تعالوا معايا. نصور الجميل عامل لك مفاجأة جميلة، جايب لك الجبنة اللي بتحبها. نصور الجميل جايب لك جبنة اللي بتحبها. يلا يا ناصر يلا نبدأ، يلا ناكل. مام ده بقى الجبنة اللي بتحبها الجميلة. ركزوا جامد. ايه اهي اهي، طب دوق اللمة التانية، في جبنة يومي اهي اهي. انت شميت ريحتها ولا ايه؟ ايه ده الضحكة الشريرة بتاعته. يلا يلا يلا. ده ما حبش الجبنة وحب الليمونة. طب الجبنة؟ هبص على بابا. الله، قول لهم باي. اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك بسرعة. شايفك اللي ما عملتش لايك وكومنت، شايفك. هفتح لايف على الانستا بالليل. الانستا تحت في الوصف، ها تحت في الوصف هتلاقي الانستجرام. هفتح لايف انا وناصر بيه. يا عم كان ركز هنا يا عم بقى. لسه الليمونه انت لسه ما فتحتهاش، ده انت لسه ده لسه ضحك السنين. ارقد بقى. نفسي اعرف الضحكه دي جابها منين. يلا اهي استراح فين، تعال هنا اهو. خبر ابيض، تاكلها ازاي يالا؟ خدها خدها اهي اهي اهي. يلا كل. انا هاكلها يا ناصر، هاكل مام هاكل مام هاكل مام. يلا بقى يلا ناكل مام. تعال اقعد هنا. انت بتعمل ايه؟ لا ده ما ينفعش، دي كخ كخ. طب كل الاول كل الاول. خد خد عيل عيل هنا دي. الله اكبر الله اكبر. يلا قول يلا الله اكبر. طب الجبنه، طب الناس عايزه تشوف نصر وبياكل الليمونه. انت ما ده انت بالنسبه لك الليمونه مانجا صح؟ قول كده. لا دي كخ ما ينفعش دي. يا اسطى والله اللي بياكل الليمونه بيعمل كده اهو، بيعمل كده اللي هو ما ينفعش. يا اسطى مش مانجا هي، والله مش مانجا دي، مش مانجا دي ليمونه. طب كل تاني كده اما نشوف. شفتوا المقلب بتاع ناصر والليمونه؟ الناس عماله تقول اعمل مقلب ليمون ليمون اهو. ليمون ليمون بالنسبه للناصر مانجا، والله مانجا بسبوسه. يا اسطى انا كان بالنسبه لي ده مقلب، انا كنت حالا جاي اعمل فيك مقلب. طب طب هي دي شتيمه ولا ايه؟ دي مش فاهم. شتيمه؟ قول والله ما شتيمه. يا اسطى لو شتيمه ربنا يسامحك. بالله عليكم حد بيفهم في لغه الاطفال يقول لي معناها ايه دي؟ كلب كلب كلب؟ لا والله. يا اسطى وانا كلب كلب كلب؟ انا حاسس ان هي شتيمه، مش عارف كلب كلب. لو حد بيفهم في لغه الاطفال يعرفني في الكومنتات. خد الاول كل.
ايه ده يا ابني؟ انا بعمل فيك مقلب. هبص البابا، بص البابا. الله، تعرف تشتم؟ لا. باب ايه؟ شتم عيب. عيب ناصر. قول لهم قلبي يا قلبي، قول لهم قلبي يا قلبي، ابي يا ابي، قول لهم ابي يا ابي. يلا كل، يلا. انا مستني رياكشن واحد، اللي هو انتوا عارفينه يعني، الناس اللي بعتلها عماله تقول لي ليمون ليمون، انتوا طبعا متوقعين ان هو كده. مفيش خالص يعني، اعمل ايه؟ طب رياكشن واحد، طب اي حاجه، طيب، طب اي حاجه. عد يلا، واحد، هيعد على رجليه. بصوا، واحد، اتنين، تلاتة، أربعة. إيه؟ طب يلا ماما، طب عد يلا، واحد، اتنين، تلاتة. بيقف عند تلاتة وما بيكملش، آخره تلاتة. تحس إن العد واحد اتنين تلاتة بس. واحد، اتنين. يلا 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 بتاع يا اسطى، انا عايز المنجح المقلب ينجح. اللي انا بقوله ده لخبطتني، انا عايز المقلب ينجح. طب ايه؟ طب انت هتضحكهم عليا؟ يرضى؟ بص بص، هقول لك ايه، انا هعمل مقلب من اول وجديد، واقوم قايل لك يا ناصر اول ما تاكل اعمل ايه؟ وحشه. هعمل مقلب من اول وجديد واقول لهم ناصر هيعمل. بصوا يا جماعه، النهارده جاي لكم مقلب جديد، وناصر اول ما ياكل. يلا ناصر اعمل كده، اعمل كده، بص اعمل كده كده. يلا اهي اهي اهي. ايه؟ انا كان يوم اسود يوم التاكل بتاع دي. يلا كله اهي اهي اهي. اعملها بقى، اعملها عشان اخلص الفيديو واخش انام. يا خرابي. طب خد، انا اجيبها لك، انا اجيبها لك. خد دي، خد دي كلها، خد دي كلها، خد دي كلها. عم اجيبها لك، امسك امسك، انا اجيبها لك. هتقع. خد ناصر، انا داخل انام، انا داخل انام يا اسطى، انا داخل انام. ده ولا فارق معاه، ده انا ده كاني ولا اي ولا كان ابوه. انا مت يا ناصر، انا مت. انا مت يا ناصر، هيزعل عليا. انا مت يا ناصر، انا مت على فكره حالا، وانت ما انقذتنيش. كل، يلا يلا كل. اهي 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 اهي. تفتكروا المقلب فشل؟ تفتكروا المقلب فشل؟ طب اعمل لكم في نص المقلب ايه تاني؟ طب بيتعامل مع الليمونه ان عايش انها مانجا. انت رايح فين؟ لا تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى هنا. كل ليمونه، ما انا مش هقعد كل ده اصور في الفيديو وفي الاخر ما اعملش المقلب. كل. للاسف. شوفوا مقلب تاني. تعال انت رايح في بت تت تت ايه بس؟ قول لهم قلبي يا قلبي. اهم 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 اهم، قول لهم قلبي يا قلبي. عايز بقى مقالب تانية، بس مقالب بقى اعرف اعملها في ناصر بقى. عايز الكومنتات كلها مقالب عشان انقل مقلب. البص مقلب البوم. يلا مستني كل كومنتاتكم.